رحت لبيع كيلوتي من شان اقدم له، وانا جاهز اذا في هلا حدا بيشتري، يعني انا جاهز لبيع كيلوتي لاقدم له. يعني كل شيء بدي بيع لحتى بس اقدم له، لحتى بس شوفوا ولو مره انه عم بيرقد، يعني في عنده استطاعه انه يصير مثله مثل رفقاته اللي عم يتمنى هو يصير مثلهم. فالكلمه اللي قال لي اياها ما بنساها طاول، انه ليش يا بابا ما اكون انا مثل الاولاد. ابني زين معه مرض حسد عضلي دمور عضلات، من عمر اللي كان سنتين ظهر معه هذا المرض. الدكاترة قالوا لي انه يعني هذا المرض بايام اللي كنا من 5 6 سنين كان ماله علاج وكذا، وفي دكاترة قالوا لي لا الحمد لله ان شاء الله امور الطب على التطور ومجال اوسع. يعني بطلت 3 مصالح كرمال اموره، وينعرض علي انه لا انا مثلا لا شغل لا ابنك. صار لي قاعد جاي شهر شهر وشوي قاعد بلا شغل، عبيع اغراض بالبيت لحتى احسن اقدم معالجة لإله. يعني هي ما بقى صار عندي امكاني انه اخده وجيبه، بدي طريق مثلا تكاسي سيارات اجارات. يعني طابق خامس ساكن بطابق خامس، وانا بدي انزله وطالعه بهالاد، وانا يعني بالاضافه لانا مثل ما يقولوا يعني انه انا ابوه، معي الديسك بظهري انزلاق فقرتين، وبالاضافه يعني جلطتين شريان مسكر وتضيق في شريان ثاني. ف ورغم كل هالشيء يعني عم بحاول قدر استطاعتي ما اقصر معه. كمان زوجتي يعني انه تحسين تستلم الموضوع وما بتحسين، لاني في كسر بالحوض بحوضها ما خرج، يعني انه تحسين تشيل اوزان ثقيله. شمعه عم تنطفى قدامي، يعني ما بعرف، يعني صعب انه يكون في يعني شخص قدامك عم يدوب وما تلاقي نتيجه انك تساعده.